بتنظيم شباب حملة مانيش مسامح وبالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني وعددا من الأحزاب الأخرى. انطلقت مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وسط حضور أمني كثيف، حيث رفع المشاركون شعارات مناهضة للتطبيع مع الفساد وإلى قانون المصالحة مع مسؤولي النظام السابق، وذلك بعد المصادقة على قانون المصالحة. ائتلاف الحكم ومؤسسة رئاسة الجمهورية مصر على تمرير هذا القانون، قانون المصالحة اللي كان في الشكل القديم كان ياخو أبعاد اقتصادية ومالية وإدارية، اليوم اكتفاوا بالقدر الإداري فقط. وهذا الائتلاف مصر على تمرير هذا القانون لغاية هي غاية إعادة رسكلة الناس اللي أفسدت في حق تونس واللي ظلمت واللي ارتكبت جرائم في حق الشعب التونسي، وإضافة إلى الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية ككل وعلى مسار الثورة بشكل عام. في الجلسة العامة للتصويت على التحوير الوزيري أعلن المجلس على دورة استثنائية، دورة برلمانية استثنائية باش تمتد على نهارين، يوم نهار الأربعاء ونهار الخميس. في الدورة هذه الرزنامة هي التصويت ولا تمرير مجلة الانتخابات المحلية وقانون المصالحة، دونك عودة من جديد القانون المصالحة وطرحه على التصويت. هذا علاش احنا اليوم في شارع باش نوصلوا الغدوة. وأكد أعضاء في حملة مانيش مسامح على أن هذا القانون لا ينم عن إرادة شعبية للمرحلة السياسية القادمة التي تعيشها تونس بعد الثورة 14 من نوفمبر 2011، وأن هذه المسيرة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، مشيرين إلى تنظيم عدد مسيرات أخرى، كما توعدوا بالدخول بمعركة دستورية وتشريعية لجملة الإخلالات التي تضمنها مشروع هذا القانون. يشار إلى أن قانون المصالحة أثار جدلاً واسعاً منذ سنتين بعد أن كان مادة دسمة للمناورات السياسية داخل الأغلبية البرلمانية الحاكمة وكافة أطياف المجتمع المدني.